بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبينا أن الإيمان هو صحة الاعتقاد في وجود إله واحد قادر حكيم له كل صفات الكمال، منزه في ذاته، منزه في صفاته، منزه في أفعاله، فلا ذات تشبه ذاته، ولا فعل يشبه فعله، ولا صفة تشبه صفته. والإيمان فائدته الانصياع لأمر من آمنت به، وإلا فإن لم تنصع لأمر من آمرت به يبقى الإيمان ملوش ثمرة. يبقى الثمرة بتاعته إيه؟ إنك أنت تنصاع إلى أمر من آمنت به. ولذلك كان الإيمان حيثية كل حكم يصدر من الله للعباد. كل حكم انت يا رب امرتني بيه ليه؟ قال لك لانك امنت بيه. ولذلك تجد ان تصدير ايات الاحكام: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في الايه؟ في القتلى. الله، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. كل حكم من الاحكام يطلبه المكلف من المكلفين يصدر به، لانه لا يامر بحكم من لم يؤمن به، انما يامر من امن به. اذا فالايمان ثمرته ايه؟ العمل. قد يوجد عمل بلا ايمان، قال لك هؤلاء المنافقين، دول الايه؟ المنافقين، يبقى برضو ده عمل ايه؟ عمل باطل. الا ان الفرق بين من امن وقال لا اله الا الله محمد رسول الله لكلمة الإيمان وشهادتها حق وشرف وحسن، نقول له يبقى يعذب بالأشياء ولكن ينتهي أمره إلى الجنة، وإلا لاستوى من قالها اعتقادا ومن لم يقلها. نقول له لا. يبقى إذا فائدة الإيمان العمل. قالت الأعراب إيه؟ فأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه؟ أنتم اتبعتم ظواهر الإسلام، إذا ففيه واحد يؤمن بصحة واعتقاد أن الإله موجود وأن الرسول مبلغ، إنما العمل بتاعه قاصر. وفي واحد ما أمنش بدي والعمل بتاعه بيعمل. المنافقين كانوا أسبق الناس إلى صفوف الصلاة ومتحمسين أول العملية وإلى آخره، ليه؟ أمين بالدهن دارهم إلا موقفهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الايمان وعمل الصالحات مش التزام امر بس اعمل دي واعمل دي. ليه؟ قال لك لان التزام الامر قد يكون في ظاهره شيء من الكبرياء. افرض انك انت ذهبت الى مصلحه من المصالح لها رئيس شديد شوي، فقالوا لك اخوانك اللي موجودين: والله الراجل ده ايه صعب شويه، عايزنا نيجي الساعة الثمانية نكون موجودين، ما نقراش جرايد، ما نشربش شاي، ما ناكلش، ما ننتقلش من مكتب إلى مكتب زي ما بيحصل، ما نقابلش زوارنا في المكتب ونعطل مصالح إلا بسهلة. يقول كان عايزنا ثمانية، أنا حاجيلي ثمانية إلا خمسة. الجرايد مش قاري الجرايد دي خالص، الشاي حمنع الشاي. الله، أنت بتعملها إيه يعني؟ تحدي؟ لا، انت لازم تعملها ايه؟ اخبات وايه؟ وخضوع. يبقى الذين امنوا، ولذلك يقول لك ايه؟ رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا. نعم، لان ده ربنا عايزك بالعباده خاضع، وما تجعلش العباده وسيله لايه؟ نعم. فقال لك امنوا وعملوا الصالحات وايه؟ واخبتوا. شوف اخبتوا يعني ايه؟ خضعوا لخشيته، وبيعملوها مش بعلمهم، ما بدهمش يخلي ربنا عندهم كلمه، لا، ده هم بيعملوها اخبات لمين؟ لله.
طيب بس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. أخبتوا أصلا من الخبت. الخبت ده لما تمشي كده تقوم تلاقي أرض إيه سهلة مطمئنة كده، مطمئنة متواضعة كده، مش شقة وفيها كده مش عارف إيه، لا. فكذلك الخبت. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. كلمة أصحاب الجنة يعني اللي ملازمينها، لأنه مالك صاحبه فلان يبقى إيه ملازمينها، وهم فيها خالدون. طبعا هم فيها خالدون دي إدتنا شيء، أنهم في نعيم. هذا النعيم في نعيم الدنيا، زي ما قلنا إن مرة تخاف أن يفوتك النعيم، ومرة تخاف إنك أنت تفوت النعيم. ما هو اللي بيفزع الناس إيه؟ يا يخاف المنعمين، يا يخاف ان النعيم يفوتهم، يا هم يسيبوا النعيم ويمشوا. انما ضروري بيحصل دي ولا ما بيحصلش؟ يا النعيم يفوتهم في اغيار الاحوال، يا هم يفوتوا النعيم بالموت. قال لك اهي بقى نعيم الجنه مستر، انك لا تفوته ولا يفوتك. ادي معنى خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى تكلم عن الفريقين اللي هم مين؟ ما أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم على آخره، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ويضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون لا جرم أنهم في الآخرة هم المخسرون. هذا فريق. وبعدين جاب المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى عندنا فريقين، كل فريق مسلكه إيه وغايته إيه. قال الحق بعد ذلك مثل الفريقين، الفريق الأول والفريق الإيه، الفريق هم جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد. يعني التشبيه كده زي ما نقول ايه، فريق مثلا الاهلي والزمالك هم جماعه بس منتميه الى شيء يجمعهم، يبقى اسمه ده ايه فريق. يقول لك فريق في الجنه وفريق ايه في السعي. وكلمه فريق جايه ليه؟ لانهم مفترقين، مفترقين دول جماعه ودول ايه ودول، ولذلك دول بيبقى لهم متعصبين ودول لهم ايه متعصبين. مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير والسميع. الحق سبحانه وتعالى بيضرب لنا سيدي الحواس الإدراكية في الإنسان، السيدين الاثنين هما السمع والإيه والبصر. ليه؟ لأن دول هما اللي بيدوا للإنسان كل المعلومات، كل المعلومات اللي بياخدها الإنسان معلومات يا مسموعة يا مرئية. وبعدين بعد ما تتكون هذه المعلومات المسموعة على المرئية يتكون عند الإنسان توليد واستنباط من اللي سمعه ومن اللي إيه من الأرض. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله اذا من جعل السمع والابصار او الافئده هيجي منهم ثمره تستحق ان نشكر عليها، اللي هي الايه بقى، اللي هي المعلومات اللي عجينه. وبعدين اولد من المعلومات، لان التقاءات الحياه بتنشا من ايه، ايه اللي بيخلي الحياه تبقى طفرات حضاريه او التقاءات، العلم بما سمع وبما ايه وبما راى. اللي راى خد عبر واشياء من الكون لم يستنبط منها ايه اشياء. احنا قلنا مثلا اللي شاف الحله والغطا بتاعها بايه بيرتفع كده قال ايه، والبخار بيعمل كده شويه ميه قبل ايه النهارده، قال لك ايوه لانه الميه ما دام سائل وبعدين لما تغلي او تسخن يطلع منها بخار، البخار يبقى هايش يعني يعوز حيز ايه اكبر من السائل. لما يعوز حيز اكبر من السائل القدر محدود، يوم ينطر ايه ينطر البطن.
تصدق اللي رأى الحكاية دي استنبط منها ولا ما استنبطش؟ مستنبط. وبعدين اللي يجي بعده مش يبتدي يستنبط ما استنبطه الآخر، لا، ياخد دي مقدمة ويطلع هو منها نتيجة. يبقى اللي جه نتيجة النهاردة هيصبح مقدمة لمين؟ لبكرة، يوم ترتقي الايه؟ الحال. ولو ان كل انسان وقف عندما سمع او عندما رأى لما ارتقت الحياة هذه الارتقاءات الحضارية. يبقى الارتقاءات الحضارية ايه؟ ان فيه ناس تنتفع بما سمع وتنتفع بما رآه الغير، وبعدين تبتدي هي من هذا المجال، ابتداء من هذا المجال يديله ايه؟ يديله فرصة انه يعلي ولا لا؟ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع. الله، الا بالله حد يشك ان الاعمى البصير احسن منه؟ وهل يشك احد السميع اكثر من الاصم؟ ما حدش يشك في ايه؟ اذا بيجيب الامر المحس اللي ايه؟ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ ربنا يجيب الاشياء المتناقضه هنا، دول ما يستويوش. فكذلك يحكم بان الفريقين اللي تقدموا دول ايه؟ ما يستويوش. وما دام ما يستويوش في الكون الموجود الان، يجب ان لا يستوي في الغايه التي تاتي بعد ما. امر طبيعي ولا لا؟ امر طبيعي. هناك هل يستوي الظل ولا الايه؟ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ يعني دي مثل دي؟ لا. افلا تذكرون؟ يعني اعتبروا بوجود الايه؟ الاشياء. احنا بقى هل حته الاعمى والاصم اللي خلق يعني اعمى واصم وبصير؟ ام انك ما هو بيقول ان فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي ايه؟ التي في الصدور. ولذلك هم بيقول لك ما بيسمعوش معاني لهم وداد، معاني ما بيبصروش معاني لهم ايه؟ اذا لم يستعمل الحاسه فيما خلقت من اجله في التقاط مجاهيل الاشياء. برضو بعد ما تكلم الكلام الطويل ده قعدوا على الفريقين، اراد ان يتكلم عن صراع الفريقين. صراع الفريقين، لان ما دام في فريقين وده له غايه وده له غايه، ازاي هيتعايشوا ازاي؟ مش لازم يكون بينهم وبين بعض إيه؟ ليه؟ لان لو كان بينهم وبين بعض صراع ما يبقوش فريقين، يبقوا كلهم ايه؟ فريق واحد وتنتهي المساله. انما ما دام فريقين يبقى لازم فيه ايه؟ صراعات. الصراعات دي الله يشرحها في قصص الرسل، وبيكرر القصص لكل قصة مكررة لقطة لم تكن في القصة الأولى. أهو نوح اللي احنا اتكلمنا عنه في ايه؟ في سورة يونس، ما وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا ايه؟ يونس، قصتهم يعيد القصة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أرسلنا نوحا إلى قومه، خلاص عينوا رسول، فالرسول عايز يواجه مهمته. لما يواجه مهمته يعمل إيه؟ قال لك لازم من بلاغ. البلاغ يقول إيه؟ إني إيه؟ إني لكم نذير مبين. يبقى إني دي الأهم هنا مكسورة إيه؟ يبقى أكن فيه ايه؟ قال احنا ارسلنا نوحا الى قومه فبلغ وقال لقومه اني لكم نذير ايه؟ مبين. في قراءة اني لكم نذير مبين، يبقى نقول ارسلناه بهذه الرسالة، الرسالة اللي هي ايه؟ اني لكم نذير مبين. فقراءة الكسر اني ده فيها قول ارسلنا نوحا الى قومه، خلاص، فبلغ فقال اني لكم نذير مبين. وحذف القول كثير في القرآن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم.
سلام عليكم بما صبرتم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. ساعة ما يفوت الملائكة يدخلوا يقولوا سلام، أي قائلين إيه؟ سلام عليكم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين. لكم نذير، النذير قلنا هو من يخبره بشر وقته لم يأت بعد حتى يستعد السامع لملافاته. وبشير ليخبر بخير لم يأت بعد ليستعد السامع لملاقاته. طيب ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. طب ما دام هيقول نذير يبقى نذير بإيه، وبشير يبقى بشير بإيه، يبقى إذن الفريقين برضو ماشي، السيال ماشي، مثل الفريقين، فريق له هو له نذير وفريق هو له إيه بشير، مش الفريقين اللي تقدموا هي الحكاية. ألا تعبدوا إلا الله. طب نذير مبين ايه البافح ورسالتك؟ الا تعبدوا الا الله، انا نذير مبين بهذه العبارة بألا تعبدوا الا الله، اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. اخاف عليكم، اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. ام قال لك ايوه، ما هو لما بيجي يقول ايه لقد ارسلنا نوحا الى قومه، قوم اللي هو محسوب عليه وهم محصولين عليه واللي هم يجمعهم ايه جامع ورباط قوي، يبقى ما دام في رباط قوي يعني انا مش جاي لكم من حته بعيده عنكم. ولذلك يحمل الله قلوب المرسل اليهم الرسول، قلوب المرسل اليهم الرسول يحملون ايه، والى عاد اخاهم ايه اخوكم، مش ممكن هيقعد يغشكم وهو بنقول الى قومه، مش جاي اجنبي من مش بعيد عنكم هيغشكم. طيب اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، احنا اتكلمنا عن الملأ دي في قوم فرعون برضه في القصة اللي فاتت في سورة ايه يونس. الملأ هم الاشراف، هم الاعيان، هم وجوه القوم، هم السادة الذين يملؤون العيون مهابة ويبقوا متصدرين كده للمجلس ويقول لك فلان ده ايه يملى العين، مش كده بنقول في تعابيرنا الفلاحي ده فلان ده ايه منوي العين، يعني منوي العين يعني ايه العين لما تنظره ما تبقاش فارغه وتقعد تبصله كده اهو، يبقى ما فيش حته في العين علشان تشوف غيره. ولذلك يقول لك قيد الايه، قيد النواظر، فلان قيد النواظر، يعني بحيث اذا ظهر كل النظر ايه تقيدت به فلا تلتفت الى سواه، ولا يمكن ان يكون ذلك الا اذا كانت فيه مزايا تجذب العيون بحيث لا تتحول العيون ايه، لا تتحول العيون عنه. والمراد به الحاشية المقربة او يسموها الدائرة الاولى حول المركز. المركز يبقى كده وبعدين يبقى فيه ايه دوائر. الملأ دول هم بقى اللي هم الناس المقربين اللي هم وبعدين تيجي دايرة تانية وبعدين تيجي تالتة تالتة، واللخبطة بتنشع من ايه، من كل دائرة يبقى فيها مركز لدوائر، تيجي اللخبطة بقى تلتفت تلاقي الدوائر ايه تتلخبط عشان تخرب. اخاف عليك. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، احنا ما احنا الشيء لا نرى فيك مزية، انت بشر مثلنا، وما دام بشر مثلنا ما الذي سودك علينا علشان تبقى انت الرسول؟ احنا قلنا ان كلهم يتهم الرسول بانه بشر ده دليل على الغباء في الحكم. ليه؟ ده لو كان غير بشر كان تبقى الحجة، كان يبقى الاعتراض، الاعتراض يقول لك انت جايب لنا ملك، طب هو احنا نبقى نقدر نعمل زي الملك ما بيعمل، ده ده ملك مش كده؟ ولذلك ايه، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا،
شوف الغباء. فالرد عليهم من اسهل طريق، قل لهم ردا عليهم: لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. لان الرسول جاء مبلغ واسوة، يبلغ منهج واسوة سلوك. فاذا لم يكن من جنس البشر يبقى الاسوة ما تنفعش، قد يبلغ ولكن الاسوة لا تصح فيه. احنا ضربنا مثل، قلنا اذا رأيت مثلا اسدا في حديقة، في اي حديقة من الحدائق الكبيرة مش حديقة الحيوان المحصورة دي، وعمال يصول ويجول ويفترس ده ويفترس ده ويفترس ده، اتحدثك نفسك ان تفعل مثله؟ انما لو رأيت فارسا على جواد ومعه الجسد بتاعه وعمال تعمل ولا لا، تبقى اذا الاسوة لابد ان يكون فيها اتحاد لمين؟ اتحاد جنس. ولذلك قلنا دي الاسوة دي هي الدليل على ابطال من يدعي الالوهية لعيسى او الالوهية للعزير او الالوهية. يقولوا ما تنفعش ان كان اله ولا ابن اله ولا بتاع زي ما انتم بتقولوا، ما ينفعش يبقى اسوة، لانه ان امرني بشيء ان يعمل زي يقول هو الاخبار ده انت اله ولا اله. طب احنا يوصل ما نوصلش للحكايه دي، يبقى المبدا ينهدم ولا ما ينهدمش؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك الا بشرا مثلنا. يقول ادي اول غباء. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا. اراذلنا جمع ارذل، اراذل جمع ايه؟ زي افاضل القوم جمع ايه؟ افضل. يبقى اراذل جمع ارذل. وما هو الارذل؟ هو الخسيس الدميء في اعين الناس. ودول اصحاب الايه؟ الحرف والمهن والفقرة والغلابة. ورزان المال رديئه، ورزان كل شيء النفاية بتاعته. ما شفتوش هما بيعملوا القطن مثلا، اما يجمعوا القطن كده ومش عارف ايه، يجيبوا البنات او العيال يعملوا ايه؟ يفرفروا القطن، لان القطن مرة الموزة تبقى كويسة مفرجلة كده وفيها جلوزة مغمضة ايه؟ مكبوتة. وقد اللي قد عقلة الصابع، قد عقلة الصابع دي لو نضجت النضج الكافي لكانت تبقى ايه؟ تبقى كبيرة. انما هي ايه؟ اصابها ضمور من انها ما خدتش النمو الصحيح، اللي احنا اللي هم يسموها ايه؟ زبلة. فهم يجوا يروحوا منفضين القطن كده يعملوا عشان يعملوا ايه؟ اهيد النفاية. برضه في التمر يقعدوا ينقوا البلحه الكويسه اللي مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، واللي يلاقوها قشرتها طالعه، واللي يلاقوها مثلا النوايا بتاعتها مش عارف بارزه، اللي يلاقوها مسوسه، يقوم يعمل ايه؟ يبقى الرجال كل شيء ايه؟ نفايته. قالوا احنا خلق فينا ما سابق، وكبراء فينا ناس بقى يعني اللي هم ايه يعني. ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. برضو حين يقولوا اتبعك الارذلون في ايه ثانيه، اتبعك الايه؟ الارذلون. الاول اولا ما بننفيش ان تكون كده برضو. ليه؟ ام قال لك لان هؤلاء الضعاف من ضحايا الافساد. من هو القوي حد هيجي ناحيته؟ هم دول اللي يجي فيهم الضعف. فلما يلاقوا يعني مخلص يخلصهم، مين لازم يتمسكوا بيه ولا لا؟ لازم يتمسكوا بيه، لازم يتمسكوا بيه. لكن مش معنى ذلك ان الثاني ما يجيش، بدليل ان الدعوه المحمديه حينما جاءت في مكه جاءها برضه عبيد، مش كده ولا لا؟ وجاءها ساده، جاء عثمان الغني، جاء ابو عبد الرحمن بن عوف، وجاء مثلا عمر، وجاء ابو بكر، يعني المساله مش كده. انما عاده السابقون الى هذا اللي بيجي يخلص الايه؟ لان المطحونون بالفساد تبقوا بيغلوا مراجل ايه؟ مراجل تغلو. فما بيصدقوا ان حد يجي يزحزح عنهم الفساد ده. ساعه ما يشوفوا حد يزحزح يتعاطفوا معه. فإن كانوا ما هماش عبيد ومحكومين بالغير يروحوا يأمنوا على طول بيأمنوا بيه. وإن كانوا عبيد يأمنوا خفية. القوم بقى منهم يتحمل إيه؟ يتحمل الاضطهاد ويتحمل الإيه؟ العذاب. إذن فكل رسول يأتي إنما يأتي على فساد. الفساد ده منتفع به الناس.
وما دام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مفسود عليهم ومضغي عليهم. يوم لما يجي حد يثور على هذه المسألة، ودي مش بتبقى ثورة بكر، يثور على هذه المسألة يتمسكوا بها ويفرحوا، وعلى الأقل قلوبهم تبقى ايه؟ قلوبهم تبقى معاه، لأنه هيخلصهم من مين؟ من الفساد. ثم يقول لا اتبعك ايه؟ أرادنه. وكأن هذه المسألة تطعن في مين؟ تطعن في الرسول، لأن لا دي ما تطعنش في الرسول، بدليل على أن الرسول كان وجوده ضروري عشان يخلص مين؟ عشان يخلص الضعاف دول من معينه، فلا بد من ثورة، ودي ثورة مين؟ مش ثورة سائر كده في الأرض، لا، ده ثورة الإيه؟ السمع على منهج الأرض، ثورة السمع على منهج الإيه؟ الأرض، ثورة السمع على منهج الأرض بتيجي عشان تنهي الفساد. وقد يثور المدنيون عشان ينهي الفساد، هم يرون أنه إيه؟ فساد، ولازم يكون فساد ملحوظ. عمال هيؤيد ازاي؟ عمال الناس هتسقف لهم ازاي؟ ما هو اول ما تشوف ثوره كده هت ايه؟ تلتفت تلاقي الناس هتسقف لها، سقف لها من بقى المطحونين بالفساد. السقافة السائر من البشر شيء واحد، ان السائر يظل سائرا، هذه الآفة. عايز كل يوم يعمل دوشة، ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. يهدأ، ما تتمكش بقى الحكاية بتاعتك دي عاملها كده زمان ومسلط السمع على الكل. والسائر هو الذي يجي عشان أهل الفساد اللي طغوا على الناس يرد مظالم الناس لهم، ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفس التانيين برجله، لا، حط الاثنين بقى على رجلك، حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقاد، ويعلم الناس كلهم انما انك ما جئت ضد طائفه، انما انت جئت ضد ظلم طائفه، فاذا اخذت من الظالم واعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء امام عينك. ومن هنا يجيء الهدوء. يبقى السائر الحق هو ايه؟ هو الذي لا يظل سائرا، وانما يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الامجاد. والى لقائنا اخر ان شاء الله.